أريد التكلم في موضوع تكملة الفيديو السابق. أنت عندما يقوم شخص ما من قومك بدل، أنا بدي أتكلم باللغة العامية، تخيل معي، فكر معي إنه شخص من قومك بدل ما يكون جاه ودعم إلك بيكون سالب لراحتك. من المفترض انه شخص من القوم، من الشخص من عائلتك، شخص ارتبط بشخص من عائلتك، يجب ان يكون في صفات مشتركة بين افراد عائلتك وبين هذا الشخص، ولكن هذا الشخص غريب. الفكرة هون بدي أحكي عن التاريخ، بدي أحكي عن كيف تقوم هذا الشخص قام بعمل ثغرة. هذا الشخص قام، تخيل معي، فكر معي، شجرة، وأنت قمت بعمل ثقب بها. هذه الامرأة أو أي شخص كان قام بعمل فجوة في حياتك، وأنت وعليه أن يدفع الثمن لسد هذه الفجوة التي هو أحدثها في حياتك.